القدس الشرقي المحتلة وأهداف العمل المغربي لأن هذا من شأن التوقيع على هذا الملحق أن يجد ممارسات الاحتلال الاستهلاكية التي تقوم بها إسرائيل وانتهاكات الجزيرة في المسجد الأقصى وفي القدس وباقي الأرض في الخندق المحتلة. حذرت إسرائيل شدة لها اللبنانية من مغادرة الجنة المنتظر لديها أسرة ثمان يشد لها بالوقوف ورأى حرم أحد قادته حسن لقيس ليلة الماضية بشرق بيروت. وزير الدفاع الإيطالي قال إذا كان شد الله جنة على الأراضي الإيطالية فإن ربنا سيكون حازما لواجهها. وقال السلام العملية أكد رئيس الجنة المنتظر أن سيارة لقيس حلقة جديدة من محاولات إدارة الفتنة السياسية والمذهبية في شخصا على الأقل بين مبادة وأصول وأصول شخصا آخرين في سقوط هذا الإسرائيليات على جانب آخر أعلن وزير الإعلام السوري أن رئيس بشار الأسد سيبقى رئيسا في حال توصل إلى المقرر عقده في يناير المقبل بجنازة. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى إسرائيل للمرة الأولى من اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الأمريكي وفي منتصف ليلة الأثر 9 لمفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشرف هذا الولايات جميع المحادثات التي سيجريها كيري يومه الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ومع رئيس الفلسطيني محمود عباس. قال رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد أن دعوة اللجنة في طهران الشيخ الإيراني محمد جواد ظريف الذي حلم بالإمارات ضمن آخر محطة بدول الخليج سابته إلى قرن من الكويت والسلطنة عمان إلى قطر أجرى خلالها نواحة تمرة وتبدا مخاوف هذه الدول من تأثير الاتفاق المبدئي الذي يسمح لإيران عن سوى قدرة حول برنامجها أمريكا. بمناسبة حلول العام الجديد. نحن هذا اليوم Thank you.